أنا حقيقة أرى الإخوة في الخارج متجمعين ولهم حق علينا أن يدخلوا، وأنا ماني مطول يعني إن شاء الله قبل الساعة 12 بخلص من المحاضرة. ف يعني أنا أدعو حقيقة إلى فتح الأبواب ويدخلون لو يجلسون على الأرض، أهم شيء لا يجلسون واقفين هناك. اللي يؤيدني على رأيي يقف. أوه ما شاء الله، لا يا شيخ عبد الله أنت استرح أنت. يلا جلوس. يعني هم جزاهم الله خير جايين مبكرين أيضا، بس عاد المكان ما شاء الله مبارك لكن لم يكفي لهم جميعا. أنا أدعو حقيقة إذا تيسر أن يدخلوا، أنا كان عندي محاضرة قبل فترة في الخفجي وكان مثل هذا الموقف، فدخلوا وجلسوا على الأرض والحمد لله، يعني محاضرة ما هي متعدية ساعة. افتحوا الأبواب يا إخوان، الشعب يريد فتح الأبواب. قولوا الشعب يريد فتح الأبواب، يريد فتح الأبواب، الشعب يريد فتح الأبواب. والله شكلي بنسجن عقب ذا المحاضرة الله يستر. حطني شاشات برا ولا ما فيها؟ بس إيه بس الناس مشكلة يا شيخ، السلام يا شباب إيه يعني كلها ساعة إلا ربع وأنا مخلص. ما شاء الله، يا مرحبا يا مرحبا. تعدوا صدر يا شباب، روحوا روحوا هناك، أبعدوا قدر المستطاع عشان إخوانكم بس يدخلون. جزاك الله خير، الله يحفظكم. يا مرحبا، الله يحييك. لا شوي 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 في لزق. راحتك على راحتك على راحتك شوي شوي. قرب الطاولة قرب الطاولة شوي شوي. ولا صح ملصقة في الحرم، ملصقة في الحرم. لا لا بس بس جزاك الله بالخير. شلونك يا عبد الله؟ استريحوا يا شباب. الله يحفظك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحييكم، جزاكم الله خير، انتم اصحاب الفضل والله بمجيئكم. الله يحييك يا ولدي، بارك الله فيك. شوف الحيدان وين قاعد تسكن، الحيدان اول صف تحت الارض. وين؟ شيخ عبد الله، ابو سليمان، ابو سليمان ارجع ارجع لكرسيك. ابو سليمان، شيخ عبد الله، ابو سليمان شيخنا الامام الاعظم، شيخ عبد الله، ابو سليمان تعال هنا، والله العظيم انت تجي هنا، والله انت تجي هنا، والله انت تجي هنا، حلفت. يا شيخ والله انت تجي هنا، بر بقسمي ما فيه، والله انت تجي هنا، ماني متكلم، لين تجي هنا ابو سليمان، ماني ملقي لين تجي هنا، عاد صارت قبيله اليوم، والله ما اتكلم. ناه تجي هنا، يلا قم. تعال تعال هنا، جزاك الله خير. يا اخوان اللي جالسين روحوا كذا مترين، روحوا كذا مترين اللي جالسين، لان اخوانكم واقفين ما لهم مكان وهذا فاضي. اسال الله للي يروح كذا مترين ان الله يرزقه ويزوجه ويوسع عليه، من اللي جالسين على الارض طبعا، واللي يبقى مكانه جعله يسقط كل سنة، كل ما خطب واحدة يطلقها. استرعي بص.
شوية شباب بس عشان اخوانكم هناك. تراصلوا لو سمحتوا يا اخوان. وخر اللي وراك تراها بتطلعها وراك بس.